كنت بقول يا شباب ان بعد موضوع جرانيلوما ده، يعني دي البكتيريا في النص، تمام، احنا محوطين عليها بالشكل ده، يحصل حاجه اسمها كيسيس نيكروسس، بس ده بعد فتره، يعني مش على طول، مش اول ما الجرانيلوما تتعمل. كيسيس نيكروسس دي لو فاكرين من كونسبتس اوف هيلث اند ديزيز، كان في كذا نوع من النيكروسز، كواجيوليتيف وليكوفاكتيف وكيسيس. كيسيس نيكروسس دي اللي بيحصل سيل ديث في النص، تمام، بيكون البكتيريا يعني الحته اللي في النص دي بعد كده هيبقى ما فيهاش سيلز، هيبقى فيها ستراكشر ليس ايزينوفيليك ماتيريال. يعني انت لو بصيت عليها بالمايكروسكوب هتشوف حاجه ايه، شوف حاجه لونها كده ايزينوفيليك ماتيريال كده، ملوش اي ملامح في النص، متحوط بالابيثيليويد سيلز وايه واللانجر هاند جوينت سيلز. ده معناها ان حصل كيسيس نيكروزس في النص، وده منظرها. اهو ده الكيسيس نيكروسس النص، حاجات لونها بامبي بنقط وخلاص، انت ما ملهاش اي ملامح عندك. هتلاقي بص دي الجاينت سيل اهي، بس دي اوضح بقى. بصوا تحت هنا دي الماتشور لانجر هاند جوينت سيل، ده شكلها هورس شو شيب، وهنا الليمفوسايتس محوطاهم كمان. اوكي، وهنا بقى هتلاقوا الابيثيليويد سيلز، يعني معلش هي مش واضحه قوي، انا ذات نفسي اصلا اتمنى اشوف شكلها اوضح من كده. طيب دلوقتي انا كده شرحت لكم الباثوجينيسيس، هنخش بقى على ايه الكلينيكال بيكتشر، او اصلا شرحت لكم جرانيلوما بتحصل ازاي. هنخش بقى على انواع التي بي وجرانيلوما اللي حصلت دي ممكن تعمل لنا مشاكل ازاي. اوكي طيب، احنا عندنا نوعين من التي بي، حاجه اسمها برايمري وحاجه اسمها سكندري. انا ما كنتش ببقى فاهمه يعني ايه برايمري وسكندري، فين الفكره؟ برضو البرايمري ما هي الا ان البيرسون ده اول مره تدخل له البكتيريا، والسكندري يعني تدخل له وهو عنده تي هيلبر سيلز. ليه عنده تي هيلبر سيلز؟ يعني انا دلوقتي بني ادم، دخلت له البكتيريا، دي بعد ما هتدخل لي هيتكون هيحصل ايه؟ التي هيلبر دي وتتحول لتي هيلبر 1 وتعمل ريليز للانترليوكنز والماكروفيج والقصص دي. فالتي هيلبر سيلز حتى لو احنا عالجنا البكتيريا، التي هيلبر سيلز قاعده جاهزه ان لو مايكوبكتيريوم تيبركلوزس دخلت تاني انها ايه؟ يقول لها تعالي هنا. تمام؟ فواحد تاني ما جالوش البكتيريا، هل عنده تي هيلبر سيلز اللي عارفه المايكوبكتيريوم مجهزه وتي هيلبر 1 متحوله؟ لا. ده الفرق ما بين الاثنين. واحد اول مره تدخله البكتيريا فلسه مستني تي هيلبر دي وتتحول لتي هيلبر 1 وده بياخد ايام واسابيع. انما في السكندري ده عنده تي هيلبر سيلز قاعده اللي هو في اي مايكوبكتيريوم تيبركلوزس حاجه قتلها. ده الفرق ما بين الاثنين. The main difference between them is whether they had the disease for the first time or the person already has sensitized T cells has been previously infected. تمام؟ حد عنده مشكلة في النقطة دي قبل ما انتقل؟ ارفعوا ايديكم أو اكتبوا في الشات. تمام، اوكي. نيكست. طيب ايه بقى البرايمري تي بي او ايه الجرانيلوما دي هنقول عليها ايه؟ شباب انا عايزه بس انوه لكم عن حاجه، الكلام ده هتلاقوا ان انتوا مطالبين ان انتوا تعرفوا مصطلحات معينه، زي يعني ايه جونز فوكس، او يعني ايه كافيتري ليجن، او يعني ايه كونسوليديشن، لكن مش هتلاقوا مكتوب خالص في اي حته ايوه يعني مين دول، او ده موجود عند البرايمري ولا السكندري تي بي، ولا ده موجود عند الليتنت، ولا انا ابقى مين اصلا في كل دول، انا مش عارف. فعشان كده ممكن تلاقوني مزوده شويه، مش مزوده كلام، الكلام ده بعد ما انتوا هتقعدوا تفهموه هتقروا الكتاب زي السكينه في الزبده، فمعلش استحملوه. اوكي، الجرانيلوما اللي حصلت دي هتحصل فين؟ اولا يا جماعه عندي سؤال ليكم، دلوقتي البكتيريا داخله التراكية، ما احنا تنفسناها، دخلت في التراكية، دخلت على البرونكاي، هتدخل في اللونجز. لو احنا اللونجز عندنا فيها كذا لوب فوق ونص وتحت، تفتكروا البكتيريا دي اول ما هتدخل
الجرانيلوما اللي هتحصل، اللي هي البكتيريا تحوط، المايكروفاجز تحوط على البكتيريا، هتبقى فوق في اول اللنج خالص ولا في نصها ولا تحت؟ يعني من الجسس بتاعتكم اكتبوا في الشات، او لو حد عايز حتى يرفع ايده ويقول اي اجابه اتفضل. تحت، اوكي شيماء بتقول تحت. الباقي رنا صالح، ندى بتقول فوق، اوكي اعتقد اول مكان هتقابله فكره فوق، اوكي. طب اللي قالوا فوق قالوا اعتقد اول مكان هتقابله، اللي قالوا تحت قالوا تحت ليه؟ just a guess ولا في سبب؟ حلو، اكتر مكان فيه اكسجين فكره، اوكي. موضوع الاكسجين ده عشان هي ايروبيك، فكره كويسه جدا، بس مش دلوقتي. يعني ايه مش دلوقتي؟ يعني انت هي ايروبيا شيماء، خلي بالك خلي بالك، المايكوبكتيريا از ايروبيك مش انيروبيك، اوكي. هقول لكم بقى دلوقتي، وانت يعني لما يكون مثلا عندك شنطه والشنطه دي بترمي فيها حاجات، الحاجات اللي انت عمال ترميها دي هتبقى في قعر الشنطه ولا فوق متعلقه في الشنطه؟ سؤال بديهي جدا، اكيد تحت في قعر الشنطه. بما ان البكتيريا او الماي بكتيريا تيبركلوزس از لس ذان 2 مايكرونز، او حجمها صغنطط خالص، اصغر من اي برونكيول ممكن يقابلها، فبتقدر تفضل نازله 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 اول ما بتتنفسها لحد اصغر حاجه ممكن تقابلها، تمام. وانت طبعا بتبقى واقف وبتتنفس الحاجه اللي بتتنفسها، فبتنزل تنزل 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 لحد ما توصل، يعني حتى تجيب اخرها، يعني مش لازم، ممكن ما تبقاش تحت قوي بس ممكن وصلت. يعني معظم الوقت اللي انا عايزه اقوله لكم انها هتبقى اول ما بتدخل هتبقى في the upper part of the lower lobe او in the lower part of the middle lobe، يعني تحت من الاخر. خليني اوريكم صوره برضو عشان تبقوا متخيلين، اوكي. ده ال superior lobe وده ال middle lobe وده ال inferior lobe، لو دي ال right lung، وال left lung ما فيهاش غير 2 lobes، فهي بتبقى هنا او هنا، يعني هنا في ال upper part of the inferior lobe او أو the lower part of the middle lobe، وهنا هتبقى إيه؟ هنا في الحتة دي. علشان إيه؟ عشان هي إيه بتفضل نازلة 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 لحد ما إيه توصل لأصغر حاجة ممكن تقابلها. أنا عايزة أقول لكم إيه برضو من دماغي ده، أيوه يا سارة أنتِ عايزة إيه؟ يعني الجرانيولوما اللي أنا حكيت لكم عنها هتحصل هنا في الحتة دي أول مرة غالبًا. هل ده 100%؟ يعني أي patient اتنفس tuberculosis هفتح الرئة بتاعته ألاقي الجرانيولوما في الحتة دي وبس، مستحيل ألاقيها يمين شمال؟ لا طبعا، في variations. اي حاجه بقولها لكم ده الموست كومن، دي اكبر نسبه من البني ادمين عندهم كده، يعني زي ما انتم شايفين اهو تبقى هنا جونز فوكس. ايه بقى الجونز فوكس؟ جونز فوكس دي ما هي الا الجرانيولوما اللي انا حكيت لكم عنها، بس اسمها متدلع شويه، اللي هي جرانيولوما اللي متحوطه. خليني اميك شور ان انتم ايه تبقوا فاكرين. ايه البكتيريا محوطه عليها وهكذا، وممكن بقى يبقى في شويه كمان كيسيس نكروسس في النص. دي الجونز فوكس. طيب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ ايه تاني حاجه مهمه عايزين نتكلم عنها دلوقتي؟ مش اي حته في اللونج بتبقى دريند باي ليمفاتكس، والليمفاتيك فيسلز دي بتودي على ليمف نودز. الحتت الليمفاتكس اللي ذا درينز الحته دي ممكن تاخد معاها شويه جرانيولوما سبورتس مع شويه مايكوبكتيريا، فالسكه هنا يبقى فيها شويه جرانيولوما هي كمان. ويا سلام كمان بقى لو السكه دي حودت على الليمف نودز، بمعنى ان انت عندك في البدايه بتبتدي هنا جونز فوكس. ايه الجونز فوكس؟ جرانيولوما، تمام كاتبه صح؟ جرانيولوما، تمام. الجرانيولوما دي وهي بتشفط شويه من والليمفاتكس بتشفط الليمف فلويد اللي موجود، تاخد معاها شويه حتت برده من ايه؟ من الجرانيولوما، وبتصب فين؟ على الليمف نود. كل ده يعمل حاجه بقى يا جماعه اسمها برايمري كومبلكس او جونز كومبلكس.
اللي هو معمول من ثلاث حاجات تقريبا. ده مكتوب عندكم بالكلام. ده مكتوب جونز كومبلكس مكتوب في الكتاب بيج 7 نمبر بوينت نمبر 5 في الباثوجينيسيس اند اميونيتي. جونز كومبلكس مكتوب هتلاقوا عليها سطرين. جونز كومبلكس عن عباره عن 3 كومبوننتس: الجرانيولوما، الليمفاتكس، الليمف نودز. ال بتاخد من الليمفاتكس دي، ده الجونز كومبلكس. ودي اول حاجه بتحصل لاي بني ادم نفس تي بي، نفس المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس. في حد كاتب في الشات نشوف عايزين ايه؟ معلش احنا فين في الكتاب وايه العنوان الكبير اللي بنتكلم فيه؟ خلاص صفحه 7 نتكلم في الباثوجينيسيس واميونيتي. اوكي لحد هنا حد واقف معاه اي حاجه قبل ما نكمل؟ ارفعوا ايديكم او اكتبوا في الشات. عشان انا موجوده عشان عايزه اجاوبكم. اوكي اعتبر ان في سؤال اهو. تمام خلاص اوكي. اتمنى بس فعلا انتوا تكونوا فاهمين، مش بتنفضوا لي وخلاص يعني. يا جماعه انا بجد عملت ده عشان انا عايزه اجاوبكم، والا كنت سجلتها وخلاص. بجد اي حد عنده سؤال بليز اسالوني، ما فيش اي مشكله. اوكي نرجع تاني لايه تاني؟ احنا فين؟ نقرا بقى اللي انا قلته. هو بيقول لك الجونز كومبلكس از ا كومبينيشن اوف بارينكيمال اند نودال ليجنز. بارينكيمال اللي هو جزء من اللونج، اللي هي اللونج الفيولاي والحتت بتاعت اللونج اللحمه بتاعتها كده، والنودال ليجنز اللي هي الليمفاتكس والليمفلوز. بيقول لك كمان عشان نميك شور ان اي كفرد اول ذا بوينتس: برايمري تيبركلوزس ذا انفكشن اوف ان انديفيدجوال هو هاز نوت بين بريفيسلي انفكتد اور immunized. يعني ما عندوش تي هيلبر 1 قاعده مستنيه المايكوبكتيريوم ومتعرفه عليها وعارفاها، وبيكون فيها جونز كومبلكس. وات از ذا ليجن برودوس ان ذا تيشو اور بورتال اوف انتري وذ ذا فوكاي. يعني اول ما يعني بورتال اوف انتري، يعني اول ما المايكوبكتيريوم دخلت وجيند اكسس لللونج. هي طول ما هي نازله 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 فين؟ نازله على البرونكاي او البرونكيولز. اول حته هتقابلها بقى وتقعد فيها في الالفيولاي هتعمل الليجن وتعمل الجرانيولوما بتاعتها. With foci in the draining lymphatic vessels and lymph nodes. يعني في شوية granulomatous lesions كده هتلاقوها في الليمفاتكس والليمف نود زي ما وريتكم في الصور. وده ايه؟ بيقول لكم ده بالظبط بقى مقسمة الكومبوننتس وشرحاهم. تمام؟ اوكي. عايزة اقول لكم بقى حاجة مهمة جدا. حاجة زي دي لو انا عملت chest x-ray على البيشنت هل هشوفها ولا لأ؟ يعني ايديز كده. انا عملت تشيست اكس راي في المرحله اللي البني ادم عنده الجونز كومبلكس دي اللي هي هنا، والليمف نودز متاثره والليمفاتكس زعلانه، ها هل هشوف حاجه واضحه زي الشمس ولا لا؟ ولا الموضوع نسبي؟ ولا تفتكروا ايه؟ شيماء بتقول هشوفها اكيد. اوكي الباقي احمد اي ثينك في البدايه ممكن ما تبانش قوي، ممكن السايز على حسب. اوكي نسبي اعتقد. معلش يعني الجونز فوكس سكندري بس ولا برايمري؟ انت بتسال اذا كان الجونز فوكس بتحصل في البرايمري بس، برايمري تي بي بس ولا السكندري تي بي كمان؟ ده سؤالك؟ احمد السيد ده سؤالك؟ اوكي هجاوبك على السؤال ده. استنى عليا سيك عشان نعرف بس اصلا يعني ايه السكندري تي بي ده مين او ايه نظامه. هجاوبك عليه بس استناني عشان ما نخشش على السكندري تي بي قبل ما اخلص البرايم. طيب ناس بقى هقول لكم الاجابه. الموضوع فعلا نسبي على حسب. لو كنت فوكس وغنططه تمام، كبيره هنشوفها. بس اصلا جونز فوكس مش هي دي اللي هنشوفها. انتوا متصورين يعني مع حجم القصه كلها على الجرانيلوما والبكتيريا والماكروفيج بتحاول على البكتيريا والقصه الجامده دي. انت لما هتبص على الاكس راي اصلا انت هتشوف بقى الليمف نودز. تخيل اللي هي الليمف نودز ليه؟
لانها بعد ما وصل لها الجرانيولوماتوس ليجنز بقت انلارجد، بقت حاجه اسمها لمف ادينو باثي، يعني انلارجد لمف نودز. اعذروا خطي مش الواحد بيكتب على الشاشه يعني. ده اللي انت لو عملت اكس راي عليه، انا بسجل صح؟ عملت اكس راي عليه هتشوف الحته دي في البيشنت متضخمه. طب هو انا لو اعمل اكس راي عليه والاقي الحته دي متضخمه اقول خلاص ده تي بي؟ لا، ما في اسباب ثانيه للليمف ادينوباثي. الليمف نودز اللي هي هنا اللي هي اسمها هايلر ليمف نودز بالذات، هوريكم صوره ثانيه ليها دلوقتي، اكيد مش بس تي بي. يعني هو كل واحد بيطلع له حراره يبقى مثلا تي بي، او كل واحد بيعطس يبقى انفلونزا، كل واحد يبقى دايريا، يبقى دايريا بيرجع يبقى بكتيريا مثلا. لا اخليه يعني انا ماشيه معاكم حته حته عشان في المستقبل حتى عموما لا لينفادينوباثي ده تي بي لا. اوكي، وهل هشوف الليمفادينوباثي؟ ممكن ما تشوفوش لو الموضوع مش كبير عادي، واحد الاميون سيستم بتاعه قوي جدا قتل البكتيريا بسرعه ما حصلش مشاكل اصلا. طيب اوريكم بقى الصوره كده عشان نعرف يعني ايه هايلر ليمف نودز. الهايلر ليمف نودز اللي هي الهايلم، ده الهايلم اللي هو الحته اللي بتدخل فيها البرونكاي بتاعه اللونجز وبيطلع منها بلود فيسلز. اوكي، يعني هي الحته دي الليمف نودز اللي جنب الحته دي هي الهايلر ليمف نودز، عشان بس تبقوا متخيلين الشكل. يا جماعه انا هنزل لكم اللي انا عاملاه ده عشان تبقوا معاكم في لينكات اي حاجه انا كاتباها، يعني اي صور مثلا اللينك ده هيبقى عندكم اكسس عليه عشان لو عايزين تشوفوا اي حاجه يعني. اوكي، وبعدين البتاع ده بصراحه ابهرني جدا لما شفته. لما بتجيب الماوس كده بيقول لك بقى بص ده البوزيشن، يعني ده بوزيشن بتاع الايه الهايلر ليمف نودز اللي هتشوفهم هنا. لو شفت هنا الدنيا متضخمه بزياده يبقى تبتدي تشك ان هو ممكن يبقى تي بي. ليه هتشك ان هو تي بي؟ هيبقى مع اعراض ثانيه هندسكس مع بعض قدام. بس عموما لما تشوف ليمفادينوباثي او انلارج ليمف نودز احد الديفرنشال ديكنوسيس بتاعك اللي ممكن يبقى في مخك ان هي تي بي. ليه؟ لان بسبب الجونز فوكس. تمام؟ اوكي. قبل ما اكمل، حد عنده مشكله هنا؟ اي مشكله في اي حاجه؟ تمام. طيب بعد اللي حصل ده ايه اللي ممكن يعني واتس ذا نيكست ستيب؟ حصل جونز فوكس، والجونز فوكس دي كان معاها انفولفمنت للليمفاتكس، الليمفاتيك باسز والليمف نودز. وات از ذا نيكست ستيب؟ وقلنا كل ده اسمه جونز كومبلكس، مكتوب عندكم في الكتاب، كل ده مكتوب عندكم في الكتاب. ايه الخطوه الثانيه؟ البرايمري تي بي اللي حصل ده ممكن يمشي في سكه من الثلاثه، من الاربعه اقصد. ممكن الحته دي يحصل لها فايبروزز وكالسيفيكيشن، يعني يحصل لها هيلينج، يعني نقتلها عن بكره باباها، نحط فيها فايبرس تيشو، نحط فيها كالسيوم وتبقى عامله زي الحجره. خلاص كده ماتت، الله يكون في عونها، ولا كانها حصل اي حاجه للبيشنت. ساعتها برضو لو طبعا الجرانيلوما كانت كبيره قوي واخده مساحه اكبر مثلا من دي والكالسيفيكيشن جامده، هتبان طبعا في الاكس راي، هتبان لان الاكس راي نورمال بتاع اللونجز. انا كنت عايزه اجيب لكم والله اكس راي نورمال، بس انا اي حاجه ادور عليها ممكن بيكون فيها نسبه مش نورمال يعني واطلع بفتي، فانا قلت بلاش، انتوا دوروا عليها بنفسكم. الاكس راي نورمال بتاع اللونج هتلاقوا ان في هواء، الهواء ده هيبقى لونه اسود تماما، في شويه نقط بقى اللي هي الهايلر ليمف نودز الصغنططه وشويه خيال كده حوالين القلب، ده طبيعي. تمام؟ اي بقى حاجه ثانيه مثلا هتلاقيها هنا لونها كالسيفيكيشن عشان الكالسيوم اكيد مش هواء، واكيد مش هيبقى لونه اسود، هيبقى لونه شويه ابيض. ممكن تشوفوا لو الجونز فوكس كانت كبيره. ده اول فيت. تاني فيت يحصل بروجريسيف برايمري، يعني خلاص اللي وصلنا للليمفاتكس، وصلنا للليمف نوز، هنقعد هنا؟ لا، ده احنا هنيجي نعمل جرانيلوما في الحته دي، ونيجي نعمل جرانيلوما هنا كمان، او جونز فوكس، ونعمل جونز فوكس هنا، ونعمل جونز فوكس هنا. ويا سلام كمان بقى لو ايه شويه بشويه هخش في البرونكاي تك 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 تك، او حود على اللانج الثانيه اعمل كمان في اللانج الثانيه جونز فوكس.
يعني اول حاجه ممكن تحصل ان احنا يحصل لها كالسيفيكيشن فايبروسس، ثاني حاجه ممكن بروجريسيف برايمري، يعني الجونز فوكس اللي راح يتعلم فاتكس واللي راح يتعلم في نودز، لا احنا مش هنقعد هنا ساكتين، احنا كمان هننقل على بقيه اللنج كلها ونعمل جرانيلوميا هنا وجرانيلوميا هنا وجرانيلوميا هنا وهكذا. ممكن ايه ده اوبشن، ده الاوبشن الثاني. الاوبشن الثالث حاجه اسمها ميليري سبريد. ميليري سبريد يعني بص بقى ما شاء الله انا تخطيت حتى اللنج وقررت ان انا اروح على السيستم. حاجه مهمه جدا هنا لازم تعرفوها ان ميليري تي في ده مش شرط انه يحصل بعد البروجريسيف برايمري، يعني بعد ما تكون اللنج اتهرت نقوم احنا بقى نبتدي نكمل على بقيه جسمنا، نروح على البرين ونروح على الليفر ونروح على، لا لانه بيقول لك او حتى تلاقيه كمان مكتوب في الكتاب جمله واضحه قوي بيج 8 بعد بوينت نمبر 7 اكسترا بالمونري تيوبركلوزيس كان اوكر از ا ريزلت اوف ذا هيماتوجينس سبريد اوف ذا باسيلاي during the initial phase of multiplication. There may be no evidence of pulmonary disease patients in patients with extrapulmonary tuberculosis. بمعنى البكتيريا بعد ما دخلت اللنج بتاعتك قررت ان انا قوية جدا انا مش قاعدة لكم فيها وعملت penetration دخلت على البلد وبدأت تطيح في البرين والليفر والفيرتبرا عشان دول اهم حاجات والبون، فبالتالي تعمل لي البيشنت ده تشست اكس راي تلاقيه تمام زي الفل. لكن تبص بقى على بقيه تاخد بايوبسي مثلا من الليفر او تعمل حاجه في تاخد عينه من سي اس اف تلاقي لا ده البيشنت ده مش تمام ده عنده تي بي. فمش شرط ان يحصل ميليري سبريد. ميليري سبريد يعني اكسترا بالمونري تيوبركلوزس او يعني التي بي انتشر في الجسم سيستماتيك دلوقتي. مش شرط ان ده يحصل بعد ما يكون اللنج اتكلت على الله وبقى فيها تي بي وماتت خالص، لا عادي ممكن تبقى اللنج سليمه جدا. تمام؟ حاجه كده نقطه زياده ليكوا انتوا عشان تبقوا عارفينها ان الميليري تي بي ده يا اخوانا بيفرق عن الجرانيلوما في ايه. انتوا لو هتشوفوا مثلا هتلاقيه راسم بص الجرانيلوما كده هنا فرحانه قوي وكبيره حتى هنا مقارنه باللنج. ميليري تي بي بيكون حاجه بيقول لك ميليت سيدز يعني نقط صغيره كده، ثانيه واحده، نقط صغنططه كده خالص، بيكون حجمها تقريبا كام والله نسيت بس هي حجم صغير خالص. فالميليت سيدز او الميليري تي بي بيكون من خصائصه ان انت بتعمل بايوبسي لاي اورجن عندك ان انت بتشوف نقط صغنططه خالص اصغر من الجرانيلوما الكبيره المتوحشه بتاعت اللنجز يعني. فدي حاجه برضو ايه سبيسيفيك. طيب احنا قلنا اول حاجه انها هيلينج، ثاني حاجه بروجريسيف برايمري، ثالث حاجه ميليري سبريد، رابع حاجه هي اكتيفيشن برايمري. قبل ما اقول لك الاكتيفيشن برايمري عايزين نقول جمله كلمه مهمه قوي او اللي هي ليتنت. يعني نرجع للرسمه اللي احنا كنا رسمينها لما رسمنا الباسيلاي متحوطه بكل بكل الماكروفاجز علشان نكتم نفس البكتيريا وما نوديهاش في حته. احنا ثانيه واحده، الميليت سيدز دي ميني جرانيلوما ولا الاورجانيزم نفسه؟ اه بتكون، لا استنى السؤال ده عشان انا لا ما بحبش افتي، انا عمري ما فكرت بصراحه. ممكن ارجع لك احسن فيها يعني عشان اميك شور ان انا ما اقولكش حاجه غلط. تمام؟ بس انا ماي جاس وود بي ان الاورجانيزم هيبقى موجود، بس عشان انا مش عايزه افتي فهقول لك بعدين. اوكي. ثانيه واحده اكتب السؤال ده بس عشان اوكي. طيب كنا بقول لك ليتنت. الليتنت يعني ايه؟ يعني الماكروفيجز قاعده حوالين البكتيريا محوطه عليها والتيومر نيكروزس فاكتور الفا قاعد زي الناظر يقول لهم يخلصوا اللي كنتوا بتكتبوه وقاعد وشغال. اي حاجه بقى تقلل التيومر نيكروزس فاكتور الفا ده او توقع مناعتك فالماكروفيج تسيب مكانها فالبكتيريا تقرر تبتدي تاني، ده اسمه reactivation primary. وده ساعتها هيودينا للسكندري تي بي. هنسأل دلوقتي هنا سؤالين، ليه بنقول عليه سكندري؟ لأن أهم definition كان أو أهم فرق ما بين السكندري والبرايمري إن البني آدم ده لما التي بي بدأت تشتغل وبدأت تقرر تعمله ديزيز كان عنده تي هيلبر سيلز جاهزه لاستقبال التي بي ولا لا ولا ما كانش عنده.
في السكندري تي بي هنا هو ليتنت. يعني ايه ليتنت؟ يعني بس اللي قاعده والماكروفيجز محوطاها. الماكروفيجز دي عملت مالتيبليكيشن من مين؟ بسبب الانترفيرون جاما اللي هو جاي منين؟ من التي هيلبر 1. يعني عنده تي هيلبر ولا لا؟ عنده. فلما الليتنت تي بي اللي هي قاعده واحنا محاولين ماسكين البكتيريا بايدينا واسناننا عشان هي ممكن تقعد دورمنت فترات طويله يعني رخمه جدا. انا قاعده لكم بقى كده. انا ما بعملش سبور بس انا قاعده لكم. تمام؟ فلما تبتدي بقى تعمل انفكشن تاني لان انت مناعتك وقعت يبقى اسمه سكندري تي بي. ليه؟ لان تي هيلبر سيلز قاعده جاهزه لاستقبالك، مش لسه هنستناها يلا بسم الله الرحمن الرحيم حولوا تي هيلبر 0 وتي هيلبر 1. تاني سؤال مهم جدا، قلنا احد الاسباب ان انت ممكن يحصل لك رياكتيفيشن ويحصل سكندري تي بي ان تيومر نيكروزس فاكتور الفا تقل. وعلى فكره بالمناسبه الجمله التيومر نيكروزس فاكتور الفا دي حاجه كده يعني لمعلوماتكم، هي مش مكتوبه في الكتاب بس دي يعني هي حاجه مهمه عشان هي اصلا التيومر نيكروزس فاكتور الفا مذكوره، لكن انها تقل ويحصل رياكتيفيشن دي مش مذكوره. انا بقول لكم ليه علشان لو حد عايز ينسى المعلومه براحته، بس هي مهم يعني بالنسبه لي كانت لذيذه ان انا اعرف. حد يقدر يقول لي ايه الامراض اللي ممكن تحصل لك او اهم مرض ممكن يحصل لك يخلي الماكروفيجز تزعل وتسيب مكانها ويحصل لك رياكتيفيشن؟ HIV immunocompromisation. HIV برافو جدا. يعني بصوا انا لسه ما عملتش الايدز ولسه ما عملتش الاتش اي في، بس معلومه بسيطه جدا اللي يعني اقصى معلوماتي عن الايدز حرفيا دلوقتي ان هو بيأثر على التي هيلبر سيلز والماكروفاجز. وبقى التي هيلبر سيلز دول دايابيتس صح؟ برضو التي هيلبر سيلز دول اهم حاجه اصلا في المجرانيلوما، اصل هما اللي بيعملوا ريليز للانترفيرون جاما وهم اللي بيقولوا للماكروفاجز تحولي الابيثيليويد سيلز، هما اللي بيخلوا الابيثيليويد سيلز يعملوا لانجرهان جوينت سيلز. يعني من غيرهم الليله دي كلها راحت في داهيه. فعشان كده اي بني ادم عنده اتش اي في التي بي عنده يعني ما اقولكش. يعني واحد عنده ليتن تي بي وبعد كده بقى عنده اتش اي في، لا ربنا يكون في عونه بقى، ده يستعد ان التي بي هيبتدي عنده تاني. يعني لو يعني ايه كمان يا جماعه عندي حاجه مهمه جدا، الليتن تي بي خلي بالكم فاضل 7 دقايق عشان هنفتح تاني. اوكي. الليتن تي بي ده تفتكروا هيبقى عنده ايه؟ هل هيبقى بيكح؟ هل بيعطس؟ هل عنده حراره؟ هل لو عملت له تشيست اكس راي هشوف حاجه؟ اللي بيقولوا ممكن تاني حته التيومر نيكروزس فاكتور الفا. التيومر نيكروزس فاكتور الفا هي اللي بتعمل تيومر نيكروزس فاكتور الفا هي اللي بتقول ايه؟ تخلي جرانيلوما ثابته في مكانها، هي اللي بتقول للماكروفيجز خليكي زي ما انت قاعده مكانك محوطه على البكتيريا ما تخليهاش تروح في اي حته. لو تيومر نيكروزس فاكتور الفا قلت ما بقاش في رقيب على الماكروفيجز يقول لها خليكي قاعده مكانك، هتبتدي ايه؟ الجرانيلوما تتفك والبكتيريا ايه؟ تحوص في الدم. طيب ما عندوش اعراض ليتنت؟ لا ما هو ما عندوش اعراض، اعتقد مش هيبقى عنده اي حاجه بالظبط. انت لو انت عندك ليتنت تي بي وبعد كده جالك اتش اي في يعني انت مش تبقى عارف اصلا. اتس نوت لايك انت تبقى ماشي انا عندي ليتنت تي بي انا عندي ليتنت تي بي لازم اخد بالي لازم ما يجيليش اتش اي في. لا انت عادي انت عندك ليتنت تي بي انت مش عارف، هوب خدت اتش اي في هوب خلاص يعني التي بي بقى رياكتيفيتد يعني. تمام. تاني عشان النت تعلق ليتنت، معلش ممكن اللي عندي اوكي بقول اللي عنده ليتنت تي بي ما عندوش سيمبتومز. ليه ما عندوش سيمبتومز؟ لان احنا اول ما البكتيريا دخلت ضربناها بالشبشب قلنا لها اقعدي مكانك ما انتيش رايحه في حته، ما لحقتش حتى تعمل اريتيشن للابيثيليوم عشان تكح، ما لحقتش حتى تطلع لك سبيوتوم. حتى الجرانيلوما احنا قلنا الموضوع نسبي جدا، يعني موضوع ان انت تشوف في التشست اكس راي حته الجونز فوكس قليله قوي. انت اصلا لما بتشوف البرايمري تي بي انت بتشوف الايه الليمف ادينوباثي ما بتشوفش الجونز فوكس دي، يعني يساعدك هناك لو شفتها. انا بقول لك اهو يا صار ما بتشوفش الجونز فوكس بتشوف الليمف ادينوباثي. وبرده ما انت لو انت لحقت حوطت عليها وقعدتها في مكانها قبل ما يحصل اي انلارجمنت للليمف نودز او اي حاجه خلاص انت كده محظوظ، انت الايميون سيستم بتاعك. الو
تحت يا شباب. في حد عايز حاجة؟ طيب بس عشان لو حد عايز حاجة يكتب في الشات. طيب نرجع لكلامنا ان الليتن تي في مش هيبقى فيه اي اعراض. موضوع الشيست اكس راي يعني ممكن يبقى فيه لمفادينوباثي، بس الليمفادينوباثي دي ممكن ما تبقاش عامله له اي مشاكل اصلا. اصل الجونز فوكس والليمفادينوباثي قاعدين مسالمين، مش هيخلوه مش هيرفعوا حرارته ولا هيقرروا يخلوه يكح ولا اي حاجه. فبالتالي ممكن يبقى عنده ليمفادينوباثي. بس انت هل انت وانت ماشي في الشارع تعالى يمكن انت عندك ليتنت دي تعالى اعمل لك تشيست اكس راي؟ يعني هيقول لك في ايه، انا ما بكحش، ما عنديش حراره، انا ما عنديش حاجه اصلا، انت عايز تعمل لي تشيست اكس راي ليه اصلا؟ ففكره الليتنت دي ان هو بيشخص ليه؟ ان البيشنت ما عندوش كحه ولا عنده اي حاجه، واكيد انت مش هتاخد اي حد في الشارع تقول له تعالى اعمل لك تشيست اكس راي. يعني حتى لو عنده ليمفادينوباثي بسبب الجونز كومبلكس مش شرط تعمله تشيست اكس راي اصلا وتقفشه. فدي نقطه مهمه جدا. يعني انت ممكن تكون بتعمله اصلا تشيست اكس راي لاي سبب اخر تاني خالص، يعني لمشاكك في نيومونيا او ايا كان، وتلاقي اوبا ده عنده ليمفادينوباثي، ده شكله عنده تي بي يا جماعه. This is how latent، يعني latent عشان كده حوار الجست اكس راي ده اصلا مش معانا قوي في latent تي بي، لان احنا اصلا لازم يعني عشان بس ما نسبقش في الكلام، في حاجه اسمها تيبيركلين تيست، يعني ده يعني الاهم بالنسبه للليتنت تي بي. فملخصه سريعه كده عشان فاضل 3 دقايق. الفيت اوف برايمري تي بي يا اما هيلينج بمعنى حصل كالسيفيكيشن وفايبروزز، وممكن الجونز فوكس دي تبان نقط صغنططه كده فيها كالسيوم، عشان الكالسيوم بيبقى زي العظم يعني بيبقى لونها ابيض على الاكس راي. ممكن بروجريسيف برايمري يعني الحته دي ما قررت ما تقعدش، وانت مناعتك مثلا ما كانتش قادره انها تعمل الجرانيولوما قوي، فبالتالي اللونجز بتاعتك كلها يعني اتشلفطت. وممكن كمان بعد فتره النكروزز عمال يكبر 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 يكبر، دخل على البرونكاي والبرونكاي مشى كده 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 راح على اللنج الثانيه. ممكن يحصل ميليري سبريد. ميليري سبريد ده يعني نروح للهيماتوجين سبريد، يعني اذر اورجنز ار افكتد. وقلنا مش شرط ان ده يحصل بعد ما اللنج تكون اتبهدلت، لا ممكن عادي البكتيريا اول ما دخلت اللنج قررت ان انا لا ده انا راح اعمل لكم مشاكل بقى انا مش قاعده لكم فيها. والليتنت او اللي بيحصل بعد كده ري اكتيفيشن، ان انت حوطت على الدنيا وكان تمام وبعد كده حصل لك اميونو كومبرومايزيشن، جالك دايابيتيز والانكنترول دايابيتيز. ده بيعمل حاجات كتير جدا يعني ما انا طبعا ما عنديش فكره عنها دلوقتي، بس اي حد بيبقى عنده دايابيتيز اكيد بيبقى عنده صحته واعيه يعني. والاميونو كومبرومايزيشن قلنا اهم ديزيز زي وانت مغمض هو الاتش اي في، لان الماكروفيجز والتي هيلبر سيلز ار افكتد، وبالتالي بيجي لك سكندري تي بي. وقلنا الفرق ما بين البرايمري والسكندري ان البرايمري انت اول مره يجي لك الانفكشن، عشان كده ما عندكش تي هيلبر سيلز جاهزه لاستقبال البكتيريا، انما في السكندري انت بيبقى عندك تي هيلبر سيلز جاهزه لاستقبال البكتيريا. حد عنده اي اسئله؟ تمام اوكي هنقرا بس كده على السريع اهو. هيلينج ليجنز دو نوت بروجريس بات انستد هيل باي فايبروزز in time they undergo calcification and ossification. وحاجه كده يعني هي برده مش مكتوبه في الكتاب بس ليكو، بعد ما بيحصل هيلينج الفايبروزز والكالسيفيكيشن بيبقى حاجه اسمها رانكي كومبلكس، وبيبقى ايه بيولوجيكال اكزامينشن لو كان كبير. او بروجريسيف برايمري اللي هي البرايمري فوكس في لون كونتينيوس تو جرو اند كاسيوس ماتيريال بقى بيبقى ديسيمينيت ثرو ذا برونكاي تو اذر بارتس اوف ذا سيم لونج اور ذا اوبوزيت لونج. واحيانا الباسيلاي may enter the circulation and enter the blood by hematogenous route to other organs and tissues. Lesions are small. When cases of lowered resistance and increased hypersensitivity of the host, healed lesions of primary TB may get reactivated. The bacilli lying dormant in acellular caseous lesions are activated and cause progressive secondary TB. انا هقفل وهفتح الميتنج تاني ونكمل هناك بقى. اوكي؟ كله تاني يا شباب على اللينك.